الأوردة العميقة اللي موجودة خلف عضلات السمانة، عضلات في عنا هنا عضلات السمانة القوية، عضلات سطحية، وفي عنا الأوردة السطحية اللي هي بصير فيها دوالي والتهابات، وفي عنا في داخل الطبقات السفلية من عضلات البطة في عنا الأوردة الدقيقة اللي وبصير فيها تخثرات، وإذا صار فيها تخثرات بصير فيها تكتلات تجلطات داخل هذه الأوردة اللي هي Deep Venous Thrombosis. هلأ مهم كتير إني أعرف التشخيص، بس إذا التشخيص موجود إنه في كان عندي تجلطات وبقايا تجلطات وهذا نتج عنه انتفاخات وآلام وتجمع سوائل في الساقين، هنحكي بحلقة تانية عن الأعراض بالضبط وكيف نعرفها. بس هلأ الناس اللي مشخصين واللي طلعوا من الموضوع والدكتور قال لهم أوكي كانت في جلطة وهلأ ممكن تبلش التمارين تعمل الحركات، فيعملوا لهذا البرنامج من التمارين الخفيفة لعملية تأهيل بعد التجلطات. قبل التجلطات قوي قاية كمان لازم أعمل هاي الحركات ولو 5 دقائق 10 دقائق في اليوم كوقاية من التجمع الكتل هذه وعمل تسكير في الأوردة. الوقاية هذه بحاجة لإلها كل واحد بسافر لأكثر من 8 ساعات 7 ساعات، وخصوصا لما نكون مسافرين بنكون في وضعية الجلوس ما في حركة، فكل تجمع الدماء بتكون في الأسفل ومن هون بيجي موضوع التجلطات. هلا هذه الأسباب اللي مش مرضية اللي بتعمل التجلطات اللي هي الكعدة، وفي الطيارة خصوصا بيكون في الضغط مرتفع وفي هاي الحالة بيصير في عنا احتمالية أكثر، واللي بيسافروا قبل ما يسافروا وبعد ما يسافروا بدهم يضلوا يسووا التمارين هذه. غير ما نحكي عن الناس التانيين اللي كتير حالات بتعاني من إمكانية حصول هذه التجلطات، أولهم السكري، ثانيهم مشاكل الأعصاب الطرفية زي عرق النساء والأعصاب اللي بتنزل على الرجلين، ثالثهم المشاكل الناس اللي مشخصين في تجلطات في القلب أو تجلطات في الأوعية الدموية واللي عندهم في تاريخ العائلة تجلطات وجلطات، هذولا كمان لازم يسووا. على كلنا خلينا منك نحكي بشكل أفضل كمان في حلقات تانية عن وسائل علاجية كتيرة، لأنه هذا كان طلب من إحدى المستمعات فقلنا لها ولا يهمك بنلبي لك الطلب إن شاء الله اليوم على المباشر، وظلت تسأل وبتقول لي إذا عملت لي أكم من فيديو بنشر لك الفيديوهات هاي بخليها توصل للمليون. ماشي الحال، ما بدي توصل للمليون، المهم تستفيدوا. أول تمارين بدي أسويها إني بدي أعمل حركة الرجل، لا أعيدها للوضعية الصح، لأنه إذا شديت أنا بالطريقة هاي يعني أنا شادد القدم فأنا شادد كل عضلات السماني، هذا الشد مش بس للعضلات، هذا الشد للأوردة، هذا الشد للشرايين، وهذا الشد كمان للعصب الوركي اللي مهتم في تخفيف وشد العصب الوركي اللي هو كله بيجي من الخلف. فأنا لازم عن طريق حركة الرجل الكاملة 90 درجة أو أكثر أعمل عملية تكرارية وساعد في إيدي، هدول لازم يتحركوا كمان وشدوا اللي أوصل لمرحلة الاستقامة بالطريقة هاي. ممكن أبلش شوي شوي وأعمل هاي الحركات مع حركة الإجر تأوصل للمرحلة المستقيمة، وكل تمرين بتعيده من 20 لـ30 مرة. أنا بعمل حركة هيك بعمل 10 مرات 20 30. هذا التمرين بس هو عملية سحب، يعني بسحب في إيدي وما بعمل أي انقباضات في العضلات. هاي أول أنواع التمارين اللي بدنا نبلش فيها. تاني تمرين بدي أنا أعمل مقاومة في الإيدي، يعني أسحب في الإيدين شوي في الاتجاه هذا اللي أعمل انقباض قوي وأخلي العضلات تنقبض وأضلني ماسك في الانقباض لمدة 5 ثواني. بس ديروا بالكم إذا صار عندكم تشنجات بتنزلوا إجركم وبتريحوها شوية، بتحركوها شوي وبتردوا تطلعوا. ماشي الحال.
اكيد حيصير عندكم تشنجات. اي واحد عنده تجلطات في الاورده وكل التروية دمويه على الرجلين لما يمشي 10 متر بصير يعرج من اجره هاي، لانه الاجر فيها الم، لانه الالم اجى بعد نقص الاكسجين للعضلات اللي هي عضلات السمانه، وهي اكبر عضلات ممكن تحرك لنا سكر، فبحاجه لاكسجين لعمليه الحرق. فيش اكسجين لانه في تسكير في الدوره الدمويه وكل الترويه دمويه، ومن هون بصير العضلات تألم وغير قادره انها نمشي، وهذا اللي بنسميه العرج الناتج عن كل الترويه الدمويه في الرجلين. كمل في التمارين. فالتمرين الثاني مع مقاومة، يعني بدي أسحب 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 وشد أشد في الاتجاه هذاك اللي حرك هاي العضلات. إذا عملت هاي الحركة هاي العضلات اللي بتنقبض، إذا عملت هاي الحركة هاي العضلات الأمامية، يعني هذا كله بشد العضلة، هذه العضلات الأمامية للخلف واللي ورا. في هاي الحالة أنا إذا عملت هاي الحركة بعمل ستريتش، بس إذا عملت مقاومة وشد شد 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 في هاي الحالة أنا بعمل عملية انقباض حاد في هاي العضلات، وإنها ما هي الشرايين حتنقبض والأوردة حتنقبض والأعصاب حتنشد وحتتقوى وحتصير قوة تروية دموية أكثر. والجهاز اللمفاوي اللي هو الجهاز المساند في الأوردة اللمفاوية والعقد اللمفاوية حيساعد كتير في عملية التخلص من السوائل الزائدة في الرجلين الناتجة عن تسكير في تخثرات في الأوردة. بريح لشوية شوية طبطبات، الله يخليكم، دقيقة دقيقتين على الرجلين، عضلات السمانة شوي شوي بالطريقة هاي، بس لإراحة العضلات وعدم وجود تشنجات كمان مرة لما نعمل التمرين. ماشي، هلأ بصير أعمل حركات شوية، أخلي انثناء الركب يكون للأخير، هذا ضروري التمرين. ممكن أسويه في وضعية الوقوف أو أحط إجري على شيء على كرسي، بس لازم أعمل هاي الحنية الركبة بالطريقة هاي اللي أضمن إنه الزاوية كاملة لهاي العضلات الأمامية والعضلات الخلفية مشدودة. وهون لما أضغط أنا شو بعمل؟ بعمل عملية ضغوطات على عضلات السمانة، يعني وسيلة ضغط كمان اني اضخ الدماء للاعلى زي مضخة تانية. والمشي مضخة لانه بحرك وبعمل انقباضات في هاي العضلات لما نمشي ونتحرك من خطوة لخطوة لخطوة، هاي العضلات السمانة هي اللي بتصير فيها انقباضات، وهاي الانقباضات بتدفع الدم للاعلى. هلا هاي الطريقة طريقة مساعدة بقدر احرك فيها وبعمل عدة حركات بالطريقة هاي. هلا مهم كتير نحافظ على حركة القدم كقدم، يعني بدي أحرك أنا بإيدي، يعني ممكن أكون ما بقدر، بدي أحرك في إيدي، أحرك الأصابع، أبلش في الأصابع، لازم الحركة تكون كاملة من الأصابع، وبمسك إصبع إصبع، واحد قدام واحد ورا، واحد قدام واحد ورا في إيدي. بخلص 20 حركة أو 30 حركة كل إصبع، بعدين كل الأصابع بشد لتحت وكل الأصابع بشد بالاتجاه الآخر، أحط إيدي هيك فوق الأصابع وبعمل حركة للخلف وحركة للأمام، حركة للخلف حركة للأمام. السوائل وين حتتجمع أكثر شيء؟ في الرجلين في القدم، وهنلاحظها، يعني تضاريس القدم الصح من أوردة ومن شرايين اللي بالعادة بنشوفها تختفي، بتصير كلها منتفخة والتجمع السوائل بيكون فيها، عشان هيك بتحرك. طبعا العضلات اللي بتحرك القدم موجودة هون، شو كنا نحكي؟ العضلات اللي بتحرك القدم موجودة من الخلف ومن الأمام، ما في عضلات هون، هون بس الأربطة اللي بنشوفها تحت العضلات. نفس الشيء الإيد، الإيد ما فيها عضلات، كل العضلات هيها في الساعد، واللي بحرك الإيد اللي